قبل شهور السيد وزير التربية والتعليم في مصر دكتور طارق شوقي أعلن قرار الوزارة بحجب نتيجة أي طالب في أي مرحلة دراسية ما دفعش المصروفات. يعني لو ابنك في ابتدائي أو في إعدادي أو في ثانوي ما دفعش مصروفات المدرسة الإلزامية فما استناش نتيجته آخر السنة. وده قرار وزير التربية والتعليم اللي تم تعميمه على كل الإدارات التعليمية في مصر. لكن أمس في مدرسة كفر صقر في الشرقية، مدرسة كفر صقر الابتدائية للتعليم الأساسي في محافظة الشرقية، مدير المدرسة على جروب خاص بالطلبة وأولياء الأمور نشر بوست غريب جدا أزعج الجميع. مدير المدرسة الأستاذ أحمد إبراهيم على جروب طلبة مدرسة كفر صقر الابتدائية كتب وقال: سوف يتم استبعاد أسماء الأطفال يوم الأحد القادم لعدم سداد المصروفات الدراسية. وهذا للعلم مش بس كده، ده الأستاذ أحمد نشر كشف مكون من أسماء الطلبة التلاميذ الأطفال اللي في التعليم الأساسي اللي ما دفعوش المصروفات أو تقدر تقول عليهم المتعثرين على الملأ ده من الناس كلها، وبيهددهم إن يوم الحد اللي جاي اللي هو بعد 4 أيام تقريبا هيمنعهم من دخول المدرسة. عشان تيجي تعليقات غاضبة جدا على هذا المنشور. ده بعض من التعليقات اللي جات على منشور أستاذ أحمد إبراهيم قبل ما يحذفه ويعتذر. أحمد النجار بيقول له: والله العظيم عيب عليك، عيب إنك تشهر بأطفالنا لعدم دفعهم المصروفات المدرسية، ألا تخجلوا من ذلك؟ ألا يوجد مدرس أو مدير مدرسة أو شخص قادر أن يدفع مصروفات هذه الأطفال؟ على سنتك نعيش. رد عليه وبيقول له: كان زمان بيلفوا على الفصول عندنا ويسألوا مين اللي والده متوفي عشان يتم إعفاؤه من مصاريف الكتب. بين زمان وزمن شوف الأخلاق وصلت لفين. أما السيد إدريس بيقول له: هل تعلم أيها الإمعة أن القانون يعاقب والد الطفل بالسجن والغرامة المالية حين يثبت أنه يمنع ابنه عن الذهاب إلى المدرسة؟ ولذلك سميت الابتدائية إلزامية. ده بعض من التعليقات اللي جات على منشور الأستاذ أحمد إبراهيم وتهديده للطلبة وأولياء الأمور أنه هيمنعهم من دخول المدرسة بداية من يوم الحد. بعدها بدقائق بعد مئات التعليقات اضطر الأستاذ أحمد إبراهيم أنه يحذف هذا المنشور ويعتذر. لكن كان المنشور تسرب على مواقع التواصل الاجتماعي ليلقى حالة من الغضب والسخرية أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هذا التصرف الغير مسؤول. مصر بيقول: الضغط يبدأ من الأعلى. وزير التعليم اتكلم عن المصاريف فقام الشخص ده بنشر معلومات الناس لإحراجهم، وكأن القانون مش موجود ومفيش أي اعتبار لظروف المتعثرين. ميدو بيقول: طريقة صياغة الخبر بتوحي إن الوزارة أمرت باستبعاد من لم يقم بدفع الرسوم، والحقيقة أن الوزارة قالت سيتم حجب النتيجة عمن لم يقم بدفع الرسوم، لكن دي اشتغالة مدير مدرسة وهيتحاسب عليها. أحمد نعيم بيقول: احنا عايشين في بلد متخلفة، المفروض ان ده مدرس وبيطلع أجيال من تحت إيده. إسلام بيقول: مدرس لا يصلح أن يكون مدرس أو يكون أي حاجة لأنه بيشهر بالتلاميذ بهذه الطريقة. برأيك هل ما قام به الأستاذ أحمد إبراهيم أو الإداري في مدرسة كفر صقر الابتدائية هو من دماغه ولا هو تعليمات السيد الوزير؟ هل يتحمل ما قام به الأستاذ أحمد وما نشره الأستاذ أحمد الإداريين والعاملين في المدرسة، أم تتحملها الوزارة اللي بتضغط بطبيعة الحال على مديري المدرسة والعاملين في الوزارة؟